اهلا وسهلا الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم كاملين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو، هذا مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بالبنات اللي يلاه جاوا عندي القناه. كنقول لكم مرحبا بكم، الله يخطيكم عليا. والناس الجديده اللي كتشوفني لاول مره، معكم رشيده من قناه رشيده بيوتي، ساكنه في مدينه الناظور، خدامه في فرماسيان كيف ما كتشوفوا. دونك الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على المشكل ديال التصبغات الجلديه، ولكن قبل ما نهضروا على هذا الشيء كنبغي نشكركم كاملين على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي حطيت قبل من هذا، ديال اشنو ممكن تشري من الباغافارماسي او لا من الفرماسيان باقل من 100 درهم. يعني شي حوايج يعني كنوريكم شي حوايج اللي زوينين، وكاين شي حوايج اللي ما يستاهلوش انكم تشريوهم، واخا تيكونوا مثلا 90 درهم حتى 100 درهم ما يستاهلوش انكم تشريوهم، فانا كنبارطاجيهم معاكم. فشكرا لكم بزاف بزاف لان داك الفيديو عجبكم وطلبتوا مني انني ندير لكم جزء ثاني ديال اشنو ممكن انكم تشريو من الفرماسيان او لا من الباغا باقل من 100 درهم. وانا ان شاء الله غادي نعاود لكم هذا الفيديو هذا حيت فريمون عجبكم بزاف بزاف، وهكا كنعاونوا حتى البنات اللي ما فحالهمش، البنات اللي ما عندهمش الامكانيات انهم يشريو دي برودوي اللي هما غاليين، فحنايا كنوريهم منتوجات اللي يكونوا ان شاء الله زوينين. وحتى اللي خايبين غادي نوريهم لكم، غنقول لكم فوالا هادو خايبين. وتا انا راه من دوك البنات اللي كنشري ب 90 درهم 70 درهم، غير هو كنختار لي برودوي اللي كيكونوا زوينين وكيعطيو نتيجه. يعني ما كيعجبنيش انا نخسر فلوسي في شي برودوي اللي ما غاديش يعطيني نتيجه. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للبنات اللي باغيين يكومونديو الحصه الصحراويه. فانا دائما كنخلي لكم الرابط هنايا، الحصه الصحراويه اللي كتكون من 13 مكون صالحه لزياده الوزن وعلاج فقر الدم وبومزوي. دونك اللي بغات تكوموندي انا غنخلي لكم النميره هنايا، دخلوا عندي الواتساب. هو واحد الحاجه عافاكم البنات، يعني هاد النمره هادي خاصه فقط باللحسه الصحراويه، لان بزاف ديال البنات كيدخلوا عندي كيسولوني في شي موضوع واحد اخر، وكيكونوا عندي ميساجات بزاف، يعني بنات بزاف كيكومونديو، دونك كيكون عليا واحد الضغط اللي هو كبير بزاف. دونك البنات اللي باغيين يهضروا معايا يصونيو ليا في النمره، اللي باغا تسول على شي برودوي ولا شي حاجه ولا اللي غير اللي باغا تهضر معايا صوني ليا في النمره اللي كنخلي لكم في صندوق الوصف. اما هاد النمره هادي خاصه فقط بالبنات اللي باغيين او حتى الدراري اللي باغيين يكومونديو للحصه الصحراويه. فما نطولش عليكم بزاف البنات، ندخلوا في الموضوع ديالنا. الموضوع ديال اليوم البنات هو على التصبغات الجلديه، امتى كيبانوا لينا هاد التصبغات هادو؟ فاش كنقول تصبغات يعني التصبغات بجميع انواعها، الكلف، النمش، البقع الداكنه، البقع اللي كتكون ناتجه على الاشعه ديال الشمس، امتى كيبانوا لينا في البشره ديالنا وامتى نبداو نعالجوهم واين وقيته غادي نبداو نعالجو هاد التصبغات الجلديه؟ فاول حاجه غادي نبداو بالاسباب ديال التصبغات الجلديه، يعني شنو هما الاسباب اللي كيخليو هاد التصبغات الجلديه تبان لينا في البشره ديالنا. غادي نذكر لكم الاهم، وما كاين بزاف ولكن غادي نذكر لكم الاهم فقط. فاول حاجه التصبغات كيجيونا يا اما من الندوب يا اما من الاثار ديال حب الشباب، يعني ملي تيبان فيك حب الشباب وكيبرا كيخليك الاثار ديالو، فحتى هادو كيتعتبروا من التصبغات، يعني الحبوبه الا لبساتو خلات لك الاثار ديالها فحتى هو كيتعتبر من التصبغات الجلديه. كذلك كيجيو من الاشعه ديال الشمس، الناس اللي كتخرج في الشمس وما كديرش الواقي الشمسي ديالها اولا كطول بزاف في الشمس بدون حمايه، فكوني على يقين انه غادي يبانوا لك هاد التصبغات الجلديه في اي عمر، لا سواء كبيره او لا صغيره. فما كننصحكش نهائيا انك تخرجي بدون واقي شمسي، وكذلك ما كننصحكش انك تعرض البشره ديالك للاشعه ديال الشمس مده اللي هي طويله. خلل او عدم التوازن في الهرمونات وخصوصا في المرحله ديال الحمل، بزاف ديال العيالات يكونوا حاملين كيلاحظوا ان البشره ديالهم مابقاتش كيف ما كانت، يا اما بان ليهم الكلف يا اما النمش يا اما البشره ديالهم مابقاتش في اللون الطبيعي ديالها كتغمق بزاف. التدخين كذلك حتى هو كيتسبب في هذا المشكل هذا ديال التصبغات الجلديه ومانع الحمل، بزاف ديال العيالات كيستعملوا مانع الحمل وما عارفينش باللي يقدر هو اللي يكون كيدير لهم داك المشكل ديال الكلف، المشكل ديال النمش، التصبغات، فنردوا البال بزاف لمانع الحمل. كذلك العامل ديال التقدم في السن، لانه حتى فاش تكون صغيره مازال في العشرينات او في الثلاثينات ماشي هي وحده ديال الربعينات او الخمسينات، يعني كاين فرق لا من ناحيه البشره ملي تكون مشدوده، لا من ناحيه البقع، لا من ناحيه التجاعيد، حتى التقدم ديال العمر كيلعب واحد الدور كبير في البقع اللي كتكون في البشره. فكاينين بزاف ديال العوامل انا ذكرت لكم غير اللي معروف واللي شائع بزاف. فممكن التصبغات يبانوا في اي عمر، في 20 25 30 40، يعني ما عندهمش شي سن محدد. الا كنتي مثلا صغيره في لاج وعندك التصبغات عرفي يقدر يكون من الواقي الشمسي اللي ما كتستعمليش او لا كتستعملي،
مثلا شي مانع حمل هو اللي كيدير لك هكاك، او لا كديري شي كريم اللي تقدر تكون كتخرج لك على البشره ديالك وانت ما عارفاش وباقا كتستعمليها. يعني كيخصكم تردوا البال بزاف لداكشي اللي كتستعملوه، واي حاجه كتحطوها فوق الوجه ديالكم كيخصكم تردوا لها البال، وخصوصا الواقي الشمسي. ما سمعيش كنقول لك خصك ديري الواقي الشمسي وديري اي واقي شمسي، بحال دابا مثلا وحده عندها بشره دهنيه وكتمشي كدير الواقي الشمسي ديال اصحاب البشره الجافه، يعني كغتولي ليها البشره ديالها غتولي عامره حبوب، غتولي عامره تصبغات، لان الواقي ديال البشره الجافه تيكون فيه مرطبات، والبشره الدهنيه ما كتحتاجش للمرطبات، كتحتاج شي واقي شمسي اللي غادي يحيد ليها هذوك الافرازات ديال الدهون. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ يعني الا درتوا واقي شمسي ديال اصحاب البشره الجافه وانتم عندكم بشره دهنيه وخرجتي به للشمس، كوني على يقين انك غادي تزيدي من البقع ماشي غادي تعالجيهم. على داكشي كنقول لكم كل وحده تعرف النوع ديال البشره ديالها، واش دهنيه واش جافه واش حساسه واش عاديه، واش باش تاخذوا الواقي الشمسي اللي غادي يوالمكم. راه ماشي اي حاجه لقيناها كنديروها، ماشي اي واقي كاين عند امي غنديرو حتى انا، ماشي اي واقي تجارتنا كتستعملوا غادي نديرو. لان هاد الهضره هادي كنقولها لكم لان كنشوف بزاف ديال البنات هنايا حدانا الثانويه وكيجيو عندي هذه ليا دي برودوي من تيك توك، يا اما واقي شمسي يا اما صابونه يا اما غسول، وهما غير كيبغيو يجربوا صافي. راه كنقول لهم اول حاجه كيخصكم تعرفوا النوع ديال البشره، هاد البرودوي هذا اللي شفتي هنايا في تيك توك واش صالح لك اولا ما صالح لكش، يعني على حساب البشره ديالك ما تستعمليش اي حاجه. وكان احسن الى استعملتو هكا كريمات او لا واقيات شمسيه اللي تكون بدون بارابين بدون سيليكون بدون بارفان، يعني من الاحسن. اكيد ما نساوش حتى التغذيه ديالنا كيخصها تكون صحيه وشرب الماء. ما عرفتش اش كنهضر وانا مكالميه اليوم سبحان الله. ما نساوش شرب الماء لان الماء حتى هو راه كيلعب دور كبير، لا سواء في الجسم ديالنا، تساقط الشعر، البشره، الهالات السوداء، يعني الماء كيلعب واحد الدور اللي هو كبير 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 بزاف. كنبقاو نشربوا الماء على الاقل جوج لترو في النار. شحال عنده هذا اللي غيشرب الدواء؟ نتايا؟ لا سوالو سلام سبع سنين ياك؟ سبع سنين. هذا غادي تزيد فيه شويه ديال الماء ديال علي ولا حرازم حتى لهنايا حتى لهاد الشريطه هذه، خلطوا مزيان. شحال كيوزن؟ المهم الا كتعرف الوزن ديالو غادي دير له بهادي شحال ما كيوزن. ما كتعرفش غادي دير له غير معلقه صغيره ثلاثه المرات في النهار مور الماكله، مده ديال 6 ايام. هذا كملوا ليه كامل، ها ماشي غيبره وتحبسوا ليه ولا خصو يكمل كامل. هاد الساشيات غادي شويه الماء في الكاس في الصباح ونص النهار وبالليل مور الماكله. الله يشافي. لحظه ما قلت لكم الغزالات ديالي شرب الماء شي حاجه اللي مهمه وضروريه بزاف. راه كاينه اللي كتنسى راسها ما كتشربش، مثلا كتلقيها شاربه البارح بالليل ونهار كامل ما شرباتش، كتقول لك ما كنحسش بالعطش يعني ما فيا ما نشرب، ولكن لا واخا ما كتحسيش بالعطش خصكي ضروري تشربي. ديري واحد القريعه حداك وكل مره دوزي حداها تفكري بلي راكي خصكي تشربي الماء، وحاولي ما امكن انك تشربي بعد على الاقل لا ما شربتيش شربي واحد لتر اونص ديال الماء، لان الماء كينقي الجسم ديالنا من السموم، كيحارب تساقط الشعر، كيصفي البشره وبزاف ديال الحاجات. في حاله ما اذا لاحظنا ان البشره ديالنا فيها تصبغات اشنو كنديروا؟ اول حاجه كنعالجوهم هذيك الساعات، يعني ماشي تهملي دوك التصبغات تدوز عليهم واحد 6 سنين ولا 5 سنين ولا عاد نوضي تبغي تعالجي، لا التصبغات كيخصهم يتعالجوا هذيك الساعات. شحال ما عالجتيهم وهما يلاه كيبانوا وهما يلاه طريين دغيا كيتحيدوا، عندك تريتمون ديال 3 موا 2 موا صافي كيتحيدوا لك. وكل ما طولتي يعني ما عالجتيش كل ما داكشي ما كيبغيش يتحيد، واخا ديري له كريم ما عرفتش شحال دايره ما غاديش تحيد لك نهائيا، لان داكشي كيحفر في البشره كيولي داخل لينا الطبقات الجلديه اللي لداخل كاع. دونك من الاحسن الا لاحظتوا ان البشره ديالكم فيها شي تصبغات ولا شي كلف خفيف شي حاجه خفيفه كتعالجيها هذيك الساعات، وما تستغنيش نهائيا على الواقي الشمسي لا سواء في الدار او لا برا. ملي كيبانوا التصبغات الجلديه اول حاجه كنديروها هي الواقي الشمسي. علاش؟ لان الواقي الشمسي ما كيخليش هذوك التصبغات يزيدوا اكثر، حيت اون فوا كتخرجي للشمس بلا حمايه داكشي كامل كيتمشى لك في البشره ديالك وكتولي البشره ديالك حالتها حاله. دونك اول حاجه الواقي الشمسي. فوقاش كنعالجو هاد التصبغات هادو؟ كنعالجوهم اللي كيكون شويه الحال بارد، ما تعالجيهمش في الصيف نهائيا، لان كريم اولا سيروم ولا شي بوماد اكليرسيسونط ما كنديروهاش في الصيف نهائيا، لانها ممكن في عوض ما تعالج لك المشكل كتزيد لك من المشكل. فلاحظتي ان يعني الصيف الحال سخون اش كديري؟ كديري الواقي الشمسي بوحدو حتى كيبرد يبدا يبرد الحال. بحال دابا مثلا في هاد الوقيته هادي فرصه باش تعالجوا المشاكل اللي عندكم في البشره ديالكم،
خدي شي سيروم او لا خدي شي كريم كليرسيسون. جا غادي نوريكم كوجي كلير، لان طبات عندي واحد المتتبعه قالت لي عاودي وريها لنا. غير هاد كوجي كلير هادي بوحدها راه زوينه بزاف، كتصفي البشره من البقع من التصبغات كيف ما كانوا بجميع انواعهم. دونك كنخليو حتى كيبرد الحال. دابا كيف ما قلت لكم هذه فرصه اللي عندها شي كلف، اللي عندها شي نمش، اللي عندها شي تصبغات تنوض تعالجهم. دابا البنات غادي نوريكم كوجي كلير، ديجا كنت هضره عليها وديجا وريتها لكم، ولكن بزاف ديال البنات بغاوني نعاود نهضر عليها. واحد البنت قالت لي يعني واش باقي رايك زوين في كوجي كلير اولا بدلتي الراي ديالك على كوجي كلير. صراحه كوجي كلير زوينه حيتاش ما فيهاش مواد اللي هي خايبه من لابوغاتوار ديال ديرموسوان. صراحه زوينه، فيها فيتامين سي، اسيد كوجيك، فيها بزاف ديال المواد اللي زوينه. غير هي حاجه وحده هي انهم زادوا لها في الثمن، يعني كانت رخيصه دابا راه زادوا لها في الثمن. في لافارماسي دايره 200 درهم وفي لي بارا واقيلا شي 150 ولا 160 ولا 170 بحال هكاك، يعني ما نقدرش نعطيكم نيشان لان كل بارا وشحال كتبيع. المهم راه في الفارماسيين دايره 200 درهم، كديريها من الليل لليل، كتعالج لك المشكل ديال التصبغات بجميع انواعها وكتفتح حتى اللون ديال البشره. غير هو حاجه وحده، الا خديتي كوجي كلير ضروري تاخدي معاها واقي شمسي اللي غادي يوالي من نوع ديال البشره ديالك، لان ما يمكنش ديري كوجي كلير شي كريم كليرسيسونت بلا واقي شمسي. كيف ما كانت ماشي غير كوجي كلير، اي سيروم اي كريم كليرسيسونت كيف ما كانت كديري معاها الواقي الشمسي، باش لا غد ليه ملي كتعرضي للاشعه ديال الشمس، واخا هادي كتكون مثلا داخله لك في المسام وكتعرضي للاشعه ديال الشمس داكشي كيعاود يخرج، البشره ديالك ما كتحركش. دونك كنديروها غير في الليل ملي ديريها، ماشي ديريها وتمشي طيبي العشاء ولا تمشي طيبي الخبز ولا تمشي طيبي شي حلوه ولا شي حاجه ولا شي كيكه. سالي شغلك كامل، يعني صافي غتبغي تمشي لبلاصتك وديريها، كديري غير شي شويه ما كتكثريش، غير نقيطه نقيطه نقيطه، وكتدهنيها لوجهك كامل وكتنعسي. لا غد ليه كتنوضي كتغسلي وجهك بالصابون او لا بالغسول ديالك، وكديري الواقي الشمسي ديالك. واخا تكوني غير في الدار، تكوني غير في الدار راكي كطيبي الخبز، كطيبي الغداء، كطيبي يعني راكي كتكوني في الكوزينه بطبيعه الحال راكي كطيبي، فالبشره ديالك كتعرض للسخونيه. فكنصحكم بالواقي الشمسي، وهذه راه ما بدلتش رايي فيها، راه باقا زويونه. وصراحه يعني اي وحده جات عندي هنايا كنعطيها لها كترجع عندي، يا اما داكشي كينقص لها ما كيبقاش كيف ما كان، يا اما كيتحيد في خطره. غير هو ماشي ديريها 15 يوم الاولى او 20 يوم الاولى وتقولي لي راه ما دارت ليا والو، بحال راه بعدا على الاقل كيخصكم تتبعوا الحاجه عاد كتعطي المفعول ديالها. بحال دابا هذه كتبعيها المده ديال 3 شهور، 3 شهور عطاتك نتيجه هو هذاك، ما عطاتكش راكي كتبدليها. اما باش ديريها 10 ايام ولا 20 يوم وتجي عندي تقولي لها ما دارت ليا والو، راه ما غادي دير لك والو في ديك الوقيته. داك الشيء يلاه كيبدا يبهات لك في ديك 20 يوم اولا 25 يوم الاولى. يعني الحاجه كيخصنا نتبعوها، وماشي نهار ديريها نهار تنسايها، نهار ديريها يومين تعكزي عليها، لا كدار غير في الليل الليل ويوميا بشكل يومي، راها زوينه بزاف. ايوا هادشي اللي كاين الغزالات ديالي، نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وسمحوا لي الفيديو الا جا مكالمي شي مرات كندير لومبيونس في الفيديو، شي مرات كيعرك على حسب الكانه وعلى حسب راه انا راه حال واحوال. ايوا المهم البنات هادشي اللي كاين، بسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي عليكم.